وفي الصحيح عن ابن عباس رضي الله عنهما في قول الله تعالى: وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا. قال: وهذه أسماء رجال صالحين من قوم نوح. الحديث: وسموها بأسمائهم ففعلوا، وأتى بالفاء هنا وهي تفيد الترتيب والتعقيب، وهذا يدل على أن ابن آدم سريع التأثر، فإنه بوصول هذا الإيحاء من الشيطان فعلوا.